بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم الرياضيات مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين يقدم لأبنائنا الطلبة تدريبات على اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، ونتمنى من الله عز وجل أن ينفعكم بها إن شاء الله. نبدأ مع بعض حل التدريبات. إذا كانت الـ f x بتساوي وكان للدالة قيمة صغرى محلية عند x بتساوي 4 ونقطة انعطاف عند x بتساوي، سؤال بسيط وسهل، أوجد a و b. نجيب المشتقة اللي هي 3 x سكوير اللي هي 2 a x بلس b، عوض عن x 4 طبعا هسويها بالزيرو، وعوض عن x 4 يبقى 3 4 باور 2 a 4 بلس b، يبقى انا عندي 8 a بلس b equal 48. طالما في رمزين او مجهولين بسيبهم واكتب دي رقم واحد. المعلومة التانية نقطة انعطاف، يبقى لازم اجيب المشتقة التانية وسواها بالزيرو اللي هي 6x بلس 2a ايكوال زيرو. عند x بتساوي 1 يبقى 6 بلس 2a ايكوال زيرو، يبقى 2a ايكوال نيجاتيف 6، يبقى ال a ايكوال نيجاتيف 3. كده احنا جبنا ال a، عاوزين نجيب ال b، هنستخدم المعادلة ديت، يبقى 8 في نيجاتيف 3 بلس b 48، يبقى ال b بتساوي 24. السؤال آخر، استخدم اختبار المشتقة الثانية لإيجاد القيم العظمى والصغرى. أنا هجيب المشتقة الأولى اللي هي 1 x minus 1 minus 4 power 2، أسويها بالزيرو، يبقى 1 minus 4 على x minus 1 equal 0، يبقى 1 equal 4 على x minus 1 power 2. نضرب طرفين في وسطين يبقى x minus 1 power 2 تساوي 4، يبقى x minus 1 بتساوي plus or minus 2، يبقى ال x minus 1 equal 2 وال x minus 1 equal negative 2. هنا ال x equal 3 وهنا ال x equal negative 1. المفروض في الحالة ديت وباستخدام المشتقة التانية، راح اجيب المشتقة التانية المشتقة الاولى هي 1 minus 4 x minus 1 باور نيجاتيف 2، دي المشتقة الأولى. بجيب المشتقة التانية، خلاص دي زيرو، يبقى بتساوي 8 x minus 1 x minus 1 باور نيجاتيف 3 اللي هي بتساوي 8 على x minus 1 نيجاتيف 3. بعوض مرة بـ 3 وعوض مرة بـ النيجاتيف 1 اللي هتطلع لي بوزيتيف يبقى عظمى، بوزيتيف يبقى صغرى ونيجاتيف تبقى عظمى. نبدأ في التطبيقات. صينية سلك معدني طوله المفروض هنا فيه 40 40 ليكون شكلا مستطيلا، أوجد أبعاد المستطيل التي هي مساحته أكبر من يمكن.
طبعا احنا شغالين مع مستطيل، يبقى هنقول x y، ونقول برضو دي x ودي y، وبالتالي الطول 40، يبقى انا عندي المحيط اللي هو 2x و 2y، يبقى 40 مسموح لي اقسم، يبقى ال x plus y equal 20، يبقى ال y 20 minus x. دي علاقة انا محتاجها. احنا عاوزين المساحة اللي هي ال x ضرب ال y. ال x هنخليها معانا، لكن ال y هنشيلها ونحط 20 minus x. نفك القوس، يبقى 20 x minus x سكوير. ال a داش تساوي 20 minus 2x، سواء بالزيرو، يبقى 20 تساوي 2x، يبقى ال x equal 10. تأكد انها عظمى ولا صغرى، بجيب المشتقة التانية اللي هي مشتقة دي مرة تانية، يبقى نيجاتيف 2. يبقى عند ال x تساوي نيجاتيف 2 قيمة عظمى. هو طالب الطول، الطول 10، طالب العرض اللي هو y اللي هو 20 minus 10 اللي هي بتساوي 10. نفس السؤال السابق ونفس خطوات الحل بالضبط، مفيش اختلاف. اوجد طول وعرض مستطيل مساحته ليكون محيطه اصغر ما يمكن، وده سؤال اكبر السنة العام الماضي. برضو نفس الكلام، احنا شغالين مع مستطيل، يبقى هنا x وهنا y، x وy. المرة دي اعطيني المساحة، يبقى x ضرب y equal 16، وبالتالي ال y equal 16 over x، اللي هي اقدر اكتبها بالشكل ده عشان المشتقات متعملناش مشاكل. طيب هو عاوز المحيط، بسميه اي اسم، a او b او اي مسمى، اللي هو 2x plus 2y. بخلي 2x نفس ما هي، بشيل ال y وحط مكانها 16x negative 1. بجيب ال a داش اللي هي 2 minus 32x negative 2 سواها بالزيرو، يبقى 2 32 على x باور 2 equal 0، برجع دي مكانها تاني، يبقى 2 equal 32 over x سكوير. بضرب، يبقى 2x سكوير 32، يبقى ال x سكوير بتساوي 16، يبقى ال x تساوي بلس أو ماينس 4. طبعا النيجاتيف مرفوض، يبقى x بتساوي 4. أجيب المشتقة التانية عشان أتأكد إذا كانت عظمى ولا صغرى. دي المشتقة الأولى، بجيب منها المشتقة التانية اللي هي 46 x باور نيجاتيف 3، بشيل ال x وأعوض عنها ب ال 4، يبقى 4 باور نيجاتيف 3 بتساوي 1. الإجابة موجبة، يبقى عند x تساوي 4 قيمة صغرى. وبالتالي هو بيقول أوجد طول وعرض، يبقى احنا عاوزين ال x وعاوزين ال y. ال x اللي هي 4، ال y اللي هي 16 over 4، يبقى بتساوي 4. أوجد أصغر قيمة ممكنة لمجموع عدد صحيح موجب ومقلوبه. نفس فكرة السؤال السابق، عدد صحيح موجب x، مقلوبه يبقى 1 على x، خلاص هنسميها أي مسمى وليكن a. يبقى ال a بتساوي x و x نيجاتيف 1. نجيب المشتقة، 1 ناقص 1x نيجاتيف 2 تساويها بالزيرو، يبقى 1x باور 2 ايكوال 0، يبقى ال 1 بتساوي 1 اوفر x سكوير، يبقى ال x سكوير بتساوي 1، يبقى ال x بتساوي بلس اور ماينس 1. طبعا النيجاتيف مرفوض لانه الموجب، يبقى x بتساوي 1. اجيب المشتقة التانية اللي هي
2x negative 3 بعوض عنها بال 1 يبقى 2 1 negative 3 يبقى بتساوي 2 يبقى قيمة الصغر نفس اللي احنا عاوزينه ان هو عاوز اصغر فيه. اوجد قيمة يبقى احنا محتاجين ال a اللي هي x اللي هي x زائد 1 على x اللي هي 1 over 1 يبقى equal 2. عددان موجبان مجموعهم 12، أوجد العددان ليكون حاصل ضربهم أكبر ما يمكن. سؤال عادي خالص، x plus y equal 12، y equal 12 minus x، حاصل ضربهم يبقى x ضرب y يبقى x في 12 minus x، فك القوس يبقى 12x minus x square، هنجيب المشتقة يبقى 12 minus 2x هنساويها بالزيرو يبقى الـ x equal 6، نجيب المشتقة التانية تطلع لنا بـ negative 2 يبقى قيمة ايه؟ عظمى، وبالتالي العدد الأول بيساوي x بيساوي 6، العدد التاني بيساوي y بيساوي برضه 6. قطعة معدنية مربعة الشكل طولها 20، عاوزين نعمل منها صندوق. احنا عارفين ان حجم الصندوق عبارة عن الطول في العرض في الارتفاع، يبقى هنا الطول في العرض الارتفاع، الطول اللي هو 20 - 2x، العرض اللي هو 20 - 2x، الارتفاع اللي هو x، نفك الأقواس بس يبقى 20 - 2x، لو ضربت الاكس هنا في القوس هيطلع لي 20x - 2x سكوير، ونفك القوس يبقى 400x، 40x سكوير، 40x سكوير بلس 4x باور 3، نجيب المشتقة اللي هي 400 - 1x - 12x باور 3. لو قسمنا على الفور يبقى 3x باور 2، وهنا هنقسم على الفور تي اكس، وهنا نحاول نسويها قوسين اتنين 3x 3 و x، طبعا دي بتساوي زيرو، ممكن تبقى 10 × 10، الاتنين بالنيجاتيف مظبوط، يبقى ال x equal 10 وال x equal 10/3. عاوز اعرف مين اللي هيتمشي معانا، احنا عاوزين اكبر ما يمكن عظمى، يبقى بجيب المشتقة الايه التانية اللي هي بلس 24x، اشيل x واحط 10، المشتقة التانية لما ال x بتساوي 10 يبقى زائد 240 تطلع موجب، يبقى دي صغرى. طيب نشيل نحط 10 على 3 يبقى نيجاتيف 6 زائد 24 في 10 على 3 تطلع نيجاتيف، يبقى قيمة ايه؟ عظمى. في الحالة دي هنقول له x بتساوي 10 over 3.